للهيئات المحلية دور خدماتي ومجتمعي هام، وتمثل على اختلاف مستوياتها الإدارة المحلية في الحكم الذي تشرف عليه وزارة الحكم المحلي، وتقدم العديد من الخدمات العامة للمواطنين. في إطار تعزيز مبادئ الشفافية في الهيئات المحلية، أصدر الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان تقريراً حول مقياس الشفافية في أعمال الهيئات المحلية الفلسطينية بالضفة، وتم تطبيق مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية على عينة مكونة من 20 هيئة محلية مصنفة باء، وذلك بهدف قياس مستوى الشفافية فيها بما يخدم تطوير أدائها وتنمية المجتمع المحلي من خلال اتباع أساليب ديمقراطية تعتمد على المشاركة والشفافية مع المواطنين. طبعا قد تم فحص مؤشرات الشفافية في 5 مجالات من أعمال الهيئات المحلية: الإدارة العامة للهيئة المحلية، معلومات عن الهيئة المحلية والموظفين والمؤسسات التابعة لها، المالية للهيئة المحلية، وإجراءات التعيين والتوظيف والمشتريات، بالإضافة إلى التخطيط الحضري. نناقش اليوم هذا التقرير وأبرز النتائج الذي خرج فيها التقرير، طبعا مع الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة الذي طبعا قام بهذا التقرير، وكان يعني لنا يفترض أن يكونوا معنا اتحاد الهيئات المحلية لكن اعتذروا عن الحضور أو المشاركة في هذا اللقاء. اسمحوا لي بالبداية أن أرحب بضيفتي إذن، صمود البرغوثي، منسقة الرصد والتوثيق في ائتلاف أمان. صمود صباح الخير، أهلا وسهلا فيك معنا. صباح الخير إليك ولكل المشاهدين. تحياتي لإلك. خلينا نبلش نحكي عن التقرير أكثر. شو مؤشر مقياس الشفافية في أعمال الهيئات المحلية يعني، ومن إمتى تم تطبيقه في ائتلاف أمان صمود؟ نعم، يسعد صباحكم جميعا. مؤشر الشفافية في الهيئات المحلية هو أداة تبنتها أمان منذ 13 عام أو ما يزيد من أجل قياس مستوى الشفافية في أعمال الهيئات المحلية بهدف تطوير أدائها وتحسين أدائها أو تصويب الاختلالات اللي ممكن أن تحدث، وبهدف يعني زيادة الإفصاح والشفافية لدى هذه الهيئات المحلية. طبعا منذ متى تم تطبيقه؟ نعم، من 2013 بلشنا نطبقه فلسطينيا، ولكن قبل هيك كان عبارة عن مؤشر دولي منظمة الشفافية الدولية طورته ضمن منهجية معينة. ائتلاف أمان عمل على أقلمة هذه المنهجية بما يتواءم مع الواقع الفلسطيني سواء القانوني أو المؤسسات. كيف؟ يعني كيف تم موائمة هذه المؤشرات مع الحالة الفلسطينية؟ نعم، طبعا زي ما بتعرفي منظمة الشفافية الدولية تطبق هذا المؤشر في فروعها المعتمدة حول العالم، وطبعا احنا حول العالم الهيئات المحلية واقعها يختلف، حجمها يختلف، اكبر من هيئاتنا المحلية، المجتمع المحلي اوسع في حول العالم، بالتالي فلسطين اخذنا بعين الاعتبار المعيقات او المحددات القانونية، القصور في احكام قانون الهيئات المحلية لسنة 97، كذلك القدرات التنظيمية لهيئاتنا المحلية أخذناها في عين الاعتبار، كذلك أبرز الممارسات الفضلة اللي ممكن إنها ما ينص عليها القانون ولكن هي تعتبر مهمة إنها تكون موجودة، مثل نشر السيرة الذاتية لرئيس الهيئة المحلية ونشر إقرارات الذمة المالية لرئيس وأعضاء الهيئة المحلية، هو لا ينص عليه القانون صراحة ولكنه لا يمنع إنه ينشر، إذا نشر كان يعني إشي جيد إنه ينتشر. فأرجع على السؤال، احنا عملنا على تكييف 46 سؤال وارد في هذا المؤشر بما يتواءم مواقعنا الفلسطيني للهيئات المحلية. طيب النتيجة العامة، خلينا نحكي لمستوى الشفافية للهيئات المحلية اللي تناولها التقرير، كانت حرج، وهذا يعني يستحق الوقوف عنده. باعتقادكم بهاي النتيجة على من تقع المسؤولية؟
نعم. وشو معنى حرج؟ أول شيء خلينا نحكي شو معنى حرج. نعم. يتدرج المؤشر زي ما حكيت في 46 سؤال. 46 سؤال عندما يتم يعني جمع علاماتها بتكون النتيجة إما بحصل على صفر وهي متدنية أو حرجة، أي لا تتوفر المعلومات نهائيا، لا تتوفر وين يعني لم تنشر على أي موقع إلكتروني أو أي وسيلة من وسائل النشر الأخرى مثل يعني الصحف، باب المساجد، لوحة الإعلانات الداخلية في الهيئة، يعني في عدد من المقاييس التي تقاس فيها آلية النشر. طبعا إذا لم ينشر بأي من الوسائل بيأخذ صفر، يعني العلامة تكون صفر. في حال نشر بأي من الوسائل ولكنه لم ينشر على الموقع الإلكتروني الرسمي للهيئة المحلية ولم ينص على ذلك القانون بأخذ علامة 2، يعني منيح. إذا لم ينشر بأي وسيلة كذلك يأخذ علامة، إذا نشر بكل الوسائل بأخذ 3 اللي هي العلامة كاملة. تمام. ففي يعني لكل علامة في مفهوم، ولكن إجمالا كان المؤشر يعني للعشرين بلدية اللي من أصل 29 بلدية بحسب بيانات وزارة الحكم المحلي المصنفة باع عنا في الضفة الغربية كانت علامتها حرجة أو متدنية جدا، يعني بالإجمال كانت يعني ضعيفة، مستوى الشفافية ضعيف عند هذه الهيئات المحلية اللي إحنا قسنا فيها هذا العام. طبعا إحنا كل سنة منقيس في الضفة وفي غزة على عدد من الهيئات المحلية ضمن عوامل مشتركة واحدة مثل التصنيف مثلا. بس هذا المقياس هذا التقرير في الضفة صح؟ نعم هذا وفي يعني مماثل له في غزة. في غزة. نعم. المسؤولية على مين تقع لما بيكون النتيجة حرج؟ نعم المسؤولية بتحملها عدة يعني أطراف، مش بس من نلوم أو نجلد الهيئات المحلية، لأنه إحنا أثناء جمع المعلومات وأثناء يعني إذا ما لقينا المعلومات على الموقع الإلكتروني كنا نسأل الهيئة المحلية، يعني لمسنا في حسن نوايا أو يعني تعاون من قبل الهيئة المحلية، وكمان في هيئات محلية لا يوجد عندها وعي بماذا تنشر على صفحتها الإلكترونية، يعني طالما انه هاي المعلومه متوفره داخل الهيئه المحليه ليش ما ننشرها؟ يعني هم نفسهم هذا لسان حالهم، يعني انه ليش ما ننشر هاي المعلومات؟ شو بضر علينا اذا نشرنا الموازنه المصادق عليها من وزير الحكم المحلي او ملخص الموازنه؟ صحيح. طالما انه مصادق عليها او الخطه الاستراتيجيه للهيئه المحليه، بالتالي انه في قله وعي من قبل بعض الهيئات المحليه، في عدم وعي من المجتمع المحلي او المواطنين بحقهم في الحصول على المعلومات بشكل تلقائي بدون ما نطلبها. انت كمواطن تقدر دافع. هاي تتوفر عندك المعلومة وحقك تتوفر لك هذه المعلومة، لأنه دافع ضرائب ومشارك في المجتمع المحلي وهو من انتخب هذا المجلس، فبالتالي يعني من حقه أنه يحصل على المعلومات. كمان وزارة الحكم المحلي عليها يعني بوقع مسؤولية، واتحاد الهيئات المحلية يعني وصندوق إقراض البلديات طبعا. ليش ما ينشروا الوعي والتعليمات بخصوص هذا الموضوع للهيئات المحلية؟ لازم لاحقا بدي أحكي عن دورهم، بس إنه الأطراف هذه بالأساس يقع عليها مسؤولية النتيجة هاي. طيب من وجهة نظركم كيف هذا التطبيق صمود رح يدعم مبادئ الشفافية في السنوات اللاحقة؟ نعم، زيادة الشفافية في الأساس يعني ائتلاف أمان، خليني أشير لخطته الاستراتيجية من نشأته حتى خطته الاستراتيجية الأخيرة 2022-2025 دائما تعمل على يعني تنص على رفع وعي الهيئات المحلية وتحصين وتمكين هاي الهيئات، وليس الرقابة عليها بالأساس. يعني إحنا دورنا الأساسي مع الهيئات المحلية بيكون تحصين وتمكين ضد الفساد ورفع وعي المجتمع المحلي بأهمية مكافحة الفساد. إذا لأنه يعني اعتقادنا ويعني إيماننا التام بأنه إذا توفرت الشفافية وزادت لدى الهيئات المحلية يكون هناك ثقة زيادة عند المواطنين وتزيد الثقة بأعمال الهيئات المحلية. صحيح. كمان لما تزيد الثقة بيكون المواطن هو يعني مستعد
للمشاركة المجتمعية في تحديد أولويات الهيئات المحلية وتحمل أعباء الملقاة على الهيئة المحلية، حتى لو في نقص في القدرات المالية أو البشرية لدى الهيئة المحلية، المواطن بيكون على علم تام بهذه الإمكانيات المحدودة وبيكون عنده قابلية لأنه يشارك مجتمعيا ويشرك. وكمان بيقودنا هذا للمساءلة المجتمعية الصح، يعني بيكون عنده استعداد للمساءلة المجتمعية من أجل التصويب وليس تصيد الأخطاء، من أجل تصويب عمل الهيئة المحلية بالأساس. طب في عدد من الهيئات عمره لجأ لكم طلب الإسناد لتعزيز الشفافية في عملهم، كونكم يعني أنتوا يعني المركز اللي ممكن إنه يدعم في هذه الأمور؟ نعم، إحنا بنعمل وما زلنا نعمل كل سنة مع الهيئات المحلية ضمن برنامج يعني واضح على تدريبات ورفع وعي مع الهيئة المحلية وإعداد أدلة وأنظمة عمل، طبعا بناء على طلب من العديد من الهيئات المحلية بأنه إن ندربهم على أدلة قمنا بإعدادها لمساعدتهم في العمل، مثل دليل للمال العام أو للموازنة، كيفية إعداد الموازنة المقروءة أو موازنة المواطن عملنا، كمان دليل للشراء العام أو العطاءات العامة، دليل للتوظيف وكيفية يعني على مبدأ الكفاءة وتكافؤ الفرص، عملنا دليل للتوظيف في الهيئات المحلية، دليل للمشتريات العامة كما ذكرت، دليل للاتصال والتواصل الفعال مع المواطنين ومع الجمهور، دليل للشكاوى أو نظام للشكاوى، كل هاي عملنا أدلة عليها. وفيما بعد تم تدريب الهيئات المحلية وما زلنا في هاي البرامج ماشيين، وطلبت الهيئات المحلية أيضا أنه يكون هناك تبني رسمي لهذه الأنظمة في عملها، يكون يعني تبني. خلينا نحكي عن دور وزارة الحكم المحلي في كل هذا الموضوع، يعني كيف كان تعاونهم معكم؟ هل كانوا منفتحين في التعاون والمشاركة في هذا التقرير؟ كانوا يحضروا اللقاءات أم لا؟ شو دور الوزارة؟ نعم، وزارة الحكم المحلي دورها أساسي ومحوري المفترض يكون في إذا بدنا نحكي عن الهيئات المحلية. العام الماضي يعني هناك بادرة جيدة من وزارة الحكم المحلي، راسلت ائتلاف أمان وكيل الوزارة، أرسل لنا كتاب بعد ما طلعت نتائج المؤشر العام الماضي، ويبدي فيه إعجابه بهذا المؤشر وبأنه أداة لتطوير أداء الهيئات المحلية ووضع توصيات مناسبة لسد الثغرات اللي ممكن تطلع في عملها، وأبدأ استعداده لأنه أو يعني أبلغنا أنه تم التعميم النتائج على الهيئات المحلية المستهدفة في هذه الدراسة وإلزامها بتطبيق التوصيات الواردة، وأنه سيكون كادر من الوزارة بالرقابة على تنفيذ هذه التوصيات في السنوات الجاي لحتى تحسن من حالها هذه الهيئات المحلية. طب والتقرير هذا النهائي كيف؟ نعم، السنة الوزارة لم تحضر ورشة العمل عند اللقاء مع الهيئات المحلية، يعني اعتذروا عن اللقاء، ولكن احنا ائتلاف أمان يعني عملنا على تعميم هذه المؤشرات أو نعمل على تعميم هذه المؤشرات اللي قسنا عليها على الهيئات المحلية المستهدفة 20 بلدية لحتى تحسن من حالها، وإحنا ناويين أن نشرك وزارة الحكم المحلي بهاي الخطوة أنه نقيس بعد سنتين أو بعد مرور فترة زمنية معينة كيف أصبحت النتيجة بعد ما المؤشرات اتطبقت أو توصياتنا داخل الدراسة اتطبقت في الهيئات المحلية، حتى نشوف الفارق كيف تراجعت أو تقدمت أو حسنت من حالها الهيئات المحلية، يعني أعطيهم فرصة. نعم. طيب صمود، بالنهاية شو توصياتكم للجهات المعنية بخصوص دعم مبادئ الشفافية في الهيئات المحلية والخطوات القادمة لرصد وتطبيق هذه التوصيات؟ نعم، يعني توصياتنا في الأساس بما أننا بنحكي عن شفافية وإفصاح، أنه يكون عند الهيئات المحلية في الأساس موقع إلكتروني رسمي لكل الهيئات المحلية. إحنا بنحكي عن 9 هيئات محلية من أصل 20 هيئة محلية قيد الدراسة، لا يتوفر عندها، يتوفر عندها 9 موقع إلكتروني، والمتوفر عندها لا تقوم بتحديثه بشكل دوري للأسف الشديد. فإحنا بنطلب أنه يتوفر عندها موقع إلكتروني رسمي تنشر عليه كافة المعلومات الواجب نشرها. طبعا هنا بدخل على دور وزارة الحكم المحلي في أنها تعد دليل للهيئات المحلية المعلومات الواجب نشرها أو الضروري نشرها للمواطنين بشكل تلقائي بدون أي عناء وبدون ما يقدموا طلب داخل البلدية ليحصل عليها، فيكون هناك موقع إلكتروني رسمي وصفحة فيسبوك. طبعا أن لا تقتصر صفحة الفيسبوك الخاصة بالبلدية على التعازي والتهاني وأخبار محلية، أغلبها هيك يعني
يعني نعم اغلبها هيك للاسف الشديد. وفي اغلب البلديات لديها اكثر من صفحه الكترونيه، وهذا بشوش المواطن انه اكثر من صفحه من موقع فيسبوك او من صفحه فيسبوك، فما بنعرف مين اي صفحه رسميه. هيك من خلال البحث احنا اكتشفنا كمان فمهم انهم يوثقوا صفحه معينه هي تكون الرسميه ويعلنوا للمواطنين ويحيلوا المواطنين على الموقع الالكتروني الخاص فيهم. كمان مطلوب من الاتحاد العام للهيئات المحليه انه يعني يساهم او يقيس رده فعل المواطنين على مشاريعه وكديش عندهم وعي بحقهم في الحصول على المعلومات، ويشتغلوا اكثر على الجانب على المجتمع المحلي اكثر من ما يشتغلوا على الهيئات المحليه. كذلك انه يكون ايضا لنا دور احنا المجتمع المدني، يعني بترتب علينا عبء ان نقيس مدى التحسن والتراجع في الهيئات المحليه ونقدم لها توصيات قابله للتطبيق. كمان انه يعني اي ادوات هم بيحتاجوها منا احنا طبعا على استعداد تام، واحنا يعني قيد الشغل معهم طول الوقت من ادله وانظمه عمل وغيره. كمان مطلوب من الحكومه المركزيه او الحكومه الفلسطينيه انه تسرع في اقرار قانون الحق في الحصول على المعلومات، اللي هو اساس اصلا يعني اللي يلقي بظلاله على الهيئات المحليه، لانه تاريخيا القطاع العام ما بنشر معلومات او في ضعف في نشر المعلومات، بالتالي الهيئات المحليه تتأثر بهذا الواقع طبعا. فيكون إنه قانون الحق في الحصول على المعلومات والأرشيف الوطني هو الأساس اللي بننطلق من خلاله في مطالبة الهيئات المحلية بمزيد من النشر. يعني يعطيكم العافية في أمان هذا التقرير وعلى جهودكم، وشكرا لحضورك اليوم صمود البرغوثي منسقة الرصد والتوثيق في ائتلاف أمان. تحياتي إليك، شكرا جزيلا. العفو ستري.